أيهم أولى، تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم أم فعله؟ لا يوجد تعارض أصلا حتى نقدم قوله على فعله. ومن قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن فعله؟ لكن أنت تفهم كلام الأصوليين خطأ، وهي عندما يقولون القول مقدم على الفعل. هؤلاء يتكلمون عن الدلالات، دلالات الحديث. عندما أنت تفهم فهم للقول والفعل، ففهمك أيهما تقدم، ما كان بالقول العبارة أم ما كان دلالة بالفعل؟ لا، بالقول. وهذا عندما لا تستطيع أن تجمع بالدلالات بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله. لا أن تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، أعوذ بالله، شو الكلام؟ قوله فعل وحي، لكن دلالات، دلالات القول، فهمك للقول، فهمك لإيش؟ للفعل.